الشفة الأرنبية من التشوهات الخلقية التي تصيب في منطقة الشرق الأوسط نحو 400 طفل، وهي نسبة أعلى بثلاث أو أربع مرات مقارنة بالدول المتقدمة. أسباب معينة تساهم في زيادة خطر إصابة الطفل بهذا النوع من التشوهات، نسلط الضوء عليها في حلقتنا لهذا الأسبوع. في الدول المتطورة لا تتخطى معدلات الإصابة الواحد من كل 1600 طفل، فيما ترتفع النسبة ارتفاعاً ملحوظاً في دول المنطقة. ففي لبنان مثلاً يولد طفل واحد من بين 400 مصاب بالشفة الأرنبية. وقد تبين أن ثمة أسباباً عدة يمكن التحكم بها للحد من خطر ولادة طفل يعاني هذه المشكلة. يمكن اكتشاف إصابة الطفل بالشفة الأرنبية قبل الولادة من خلال إجراء ألتراساوند في فترة الحمل. لم تتضح أسباب ولادة الطفل وهو يعاني حالة الشفة الأرنبية، وفي أغلب الأحيان كان الرابط يتم بينها وبين العامل الوراثي حصراً. أما أبرز هذه الأسباب التي يمكن أن تؤدي إليه فهي تدخين الأم خلال الحمل، سواء أكانت مدخنة أم تعرضت للتدخين السلبي أم حتى دخلت مكاناً كان فيه مدخنون، زواج القربة، السكري خلال الحمل، تناول أدوية معينة خلال الحمل، والامتناع المرأة عن تناول مكملات حمض الفوليك قبل الحمل أو في الأسابيع الأولى منه. إن إجراء الجراحة في أولى أيام الولادة يعرض الطفل لخطر الوفاة أو لاضطرابات وظيفية في الدماغ بسبب تخديره لساعات ما يؤثر على دماغه. بدلاً من اللجوء إلى عزل الطفل، يجب إحاطته بالكامل من قبل الاختصاصيين المعنيين كافة. كذلك يجب إجراء الجراحة اللازمة للطفل لمعالجة الشفة الأرنبية بدءاً من عمر 5 أشهر. ووفق حالة الطفل وإصابته بها، قد يتطلب إجراء عمليات عدة على مدى سنوات ووفق أعمار معينة.